شرار. قالوا تما راهي جايتك في واحد المرحلة من المراحل. قالوا البلاد مخدومة هكذايا. ماشي ورقة، دوسي ماشي دوسي على صاحب الغرام، ماشي شرية. المهم كاين ال أنا ننبهك برك باللي قالوا تما هكذا سير. قالوا هكذا سير. أنا دوك أنا قادر دوك نعبز عليك تروح تجيبها. قالوا بصح كاين مراحل واحدة أخرى. السيد فهم باللي البلاد يا ولدي راهي مكربعة كاع. راهي مكربعة. البلاد راهي شغل تاع ما على بالاش أنا كيفاش تمشي. تبدلت. هو شغل حبي يدخل في الطريق. خرجوه من الطريق هو شغل تعب وكذا منح بيدخل في الطريق في الحلال وكذا. شافها باللي يا ولدي ومن بعد واش دار؟ ما كان لي حلال لا يديك لا يديك. السيد راح لمرته. قال لها شوفي يا مرا قال لها سمحي لي أنا قلت لك نجيو لهنا. قال لها بصح ما هناتش. كاين بزاف مشاكل كاين بزاف عراقيل. راح نشوف لي ولا هنا هو ديجا شغل راه مركه ولادو المسيد وهادي عاود دار لي ديمارش عاود كنصل كلش بعت مرتو ولادو باسكو مرتو فرنسا تبعتهم لفرنسا بيرپينيون وزاد شويه هكذا هو السلام عليكم حتى شويه صبر كان اكزومبل تاع لا بيروقراسي وتاع التشيبات وتاع هكذا كيفاش راهي تمشي في الجزائر تما حبي يقول تحب تنفيستي في بلادك وتعيش في بلادك وكذا منا ها هو شي تحب تدخل الطريق يخرجوك من الطريق هذا سي ان بتيت اكزومبل هذايا باش تشوف الدعوه كيفاش راهي تمشي تما وينطبق على فهمتني هذا سي ان بتيت ايشال وغونت ايشال ما نحكيوش هذه هي خويا بالقصر معاكم يكمل الكلمه الاخيره اش يا فوتبال اش يا فوتبال اش يا فوتبال نحكيو على الدراجي دراجي جاي للجزائر دراجي دراجي سان كرو ميسيو في البلاد نو زاد دقا جورناليست خدم في التلفزيون خرج من التلفزيون يا لم يقولوا تلفزيون جزائري تلفزيون جزائري بروجرام تاع رمضان ما نحكيوش عليه فات وكذا منكم واليكم ما علينا حنا بزاف نحبوا نديروا الشيوخه في نحطوهم بزاف هكذا نرشقوهم انا ونشوفهم وما يسيروا فينا وحنا نشوف الشيوخه كاع فراتس كيلو على الدراجي قال لهم هذيك طرا قال لهم يا ودي كاين كلمه عبيد نقولها له كان نقولها فوالا 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 قال لك منعوه حسب ما سمعنا قال لك منعوه ما يزيدوا مع انترفيو ما يزيدوا يحكوا معاه وممنوع يستقبلوه في التلفزيون تاع الجزائر هذا الدراجي وما ادراك بون بدا الاحتراف في الفوتبال نحكوا شي فوتبال باسكو نحب الفوتبال نحكوا شي نحكوا غير دومان فوتبال داروا قرباج ميسيو قرباج داروه سبيسيالمون تاع لي ويكلو هو هذا قرباج سبيسيالمون تاع لي ويكلو يا ناس سي ار بي نورمالمون اه ويكلو مع جياسكا ديجا ديجا قبل ما يبدا الشامبيونا لوسما كانوا نورمالمون يلعبوا اه ويكلو مع باتنا بريمي ماتش باسكو علاه الماتش الاخراني مع النابا داروا مشاكل اللي في ميجر قال لك سيسبوندي والقانون يقول الماتش كي تسبوندا في الماتش كي تسبوندا في لا سيزون تسمى هذيك كيما نقولوا السبونسيون هذيك تقعد لك تسمع بيقول تبدا لا سيزون ديالك او يكلو الو كي جا السي قرباج متفاهم مع السي حداد واحد شيكول كودرون واحد يسيني في دراهم يا ناس هذا السي قرباج هو اللي يسيني في دراهم تاع الجزائر اسكو مازال اسكو محبس ما نعرفش خلاهم يلعبوا ما يلعبوش او يكلو ما عليناش زيد واحد اخرى تاني سياسي زاد واحد قراهم علقوا لا فيتا هكذا حريه التعبير قلت لك انت في الجزائر ما تقدرش تكلم كاع هذا فوتبال فوتبال تسمع ما عندوش علاقه بالسياسه واليوم حبي يدخلوه في السياسه على قول فيدا قال لك يا نحبوا رابطه كذا 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 واش يديروا لهم يضربوا ما ويكلوا مع المولود يا يعني. بعد واش يديروا البريزيدون تاع قسنطين هذاك يضربوا افي قال لك واش قتل روح هذا يا ناس قتل روح زيد ديجا شامبيون بدات واحد كات ويكلو مولوديا ديجا بداو مع جياسكا ويكلو كيف دير انت اويكلو مولوديا تيزي زوج داروا مولوديا هما اللي راحوا جاس كان لي ريزوفات اوتوماتيكمون مولوديا علاش تيسبوندي عندها ماشي في ستاد داروا مشاكل تسمى دوكا سيسبوند هذا سيسبونسيون تاع لي ماتش اسكو هذايا تسمى ماشي في ستادك وتخلص فهمني هذا القانون هذاك فاش تكري فيه انتايا يا سيرا وراوا يا فلان بن فلان يا نعرف شكون نتوما يا قرباج انت بقى لك انت تحكم لافاف انت تحكم لك تقعد في لا فيدراسيون مازالك انت مدرب لقايتك مازالك مدرب تحكم في لا خلي المصاغر تخدم خلي كيما قلنا هذه خطره الفلاش اي دي المصاغر تخدم لي جان قدام منا انا حاب نشوف واحد حطها يا خو تيزي بريزونتي يا ربي يهضر ضربوا مولديا ويكلو زادوا مع ويكلو من هيك هات المسابقه ضربوا ما ويكلو السي ار بي عداهم ضربوا ما ويكلو قال لك يلعبوا ويكلو السي ار بي هذا وين
شنو هذا الفوضى هذا الفوتبال هذا؟ ماشي حل هذا؟ واش حل كاع ويكلو ويكلو وين صرات هذا يا رب؟ واش نورمال وعادي يعني البارح الماتش تاع جياسكا سطيف سي ربي ما كحتالوش موبيلي تيليفيزي راك تقولوا نتوما شامبيون محترف فور الاحتراف هذا مين خدك الاحتراف هذاك حاشاك ما حاشا قدرك من الزبل ديالك جاك ليه لا تربحك قايتك كيف تسنى الماتش تشوف ماتش ما كان مين تشوف الماتش انت مين تشوف الماتش زيد الكريا واحد التلفزيون تاع حداد كان ما كانش هذا التلفزيون اسمها دي زاد واب تي في مازال في الانترنت برك مازال في الانترنت هذه هي مولاها شكون بالك باش مستر حداد تاع لوزما هذه هي يهضروا فيها غير بالفرنسي ما فهمتش علاش انا مازال ما فهمتش علاش علاش هاد لاشين هادي غير بالفرنسي اسكو درتوها الناس تاع لي طرونجي تاني برك نقولوا بالي طرونجي وتاع زي ما يشوفوهاش هادي هي درتوها وكرييتوها باسكو نتوما على بالكم واش حيصرا فيها واش كاين واش ما كاين ما فهمناش والله ما فهمناش اللي راهو فاهمي فهمنا معاه انا ما فهمت والو ومازال ما فهمتش ومقوت لي تخلط لي ما بين الفهامه وحبيت نفهم وشعل حبيت نفهم وليت ما فهم والو اقسم لكم بالله مقوت لي حبيت نفهم وما قدرتش نفهم وهما شغل مافيا راهي تمشي عصب اوتار يا الرب هيا باذن الله ان شاء الله تسقموا روحتكم بيسك حنا انا نهضروا فارغين شغل ولا حنا نهضروا انا عايشين في اوروبا انا مشيخين قاعدين نخدموا ناكلوا ونشربوا فيها الف بركه بصح انتم مالي تعياو حنا نهضروا باسكو الهضره باطل سمعتوا دقت لكم اللهم بارك ما زعفتوش الله يسهل عليكم المهم نهضروا ونقعدوا نهضروا باسكو الهضره باطل تليفون كاين والانترنت كاين ابعد خلي مصغر تفرج هذا ماك هذا الميساج نبعثو كاع المصغر تحب فوتبال اسكو راكو راضيين بهذا الشيء اللي وصلنا في فوتبال الجزائري حنا رانا لتحت مكركرين وزادوا كركرونا وراح نتكركروا هذه هي وانا نحم ولوديها وماذا بكم طلعين لهم جايين خليهم يخدموا بيسك ما كانت تلعبوا هاد الدور زعما وبداو هادي صدقوا 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 حنا ولاد السيكتور نحبوا مولوديا خلونا الانفستيسمون شباب تطاليان بالك في اخر يجيبوا لنا كيتي جوار شابين في الماركاتو هذايا علاش تانا سرحوا خلي الناس تخدم وخمسه غير تاع اليوتيوب ان شاء الله احبابنا اللي يشوفوا فينا حنا والله عندي ما نغضبوا حد على حد حنا الناس نحبوا نحكوا نحبوا نقصروا نضحكوا ونحبوا نحكوا في السيريو نحكوا نحبوا نضحكوا في فوتبال نحكوا كاع لي دومان واللي راهو داير في بالو باللي حنايا هاد لي جناد وانا نهضروا في الفيديو هكذا الله يسهل عليه الله يدبر راسو حنا المهم عندنا حريه التعبير يتقفنا وبتقاتلوا يا خويا زيد اللهم زدنا علما الحبيبي ديماري اعطي لي خويا اعطي لي بابا اعطي لي ولا نسمع من عندك ونزيد حنا نرفدوا الدنيا كاع تاع نتعلموا نقعدوا غير نتعلموا انا فارغين شغل هربنا من البلاد خلاص رانا كيلي ثامه نحكوا نسمعوا نشوفوا الناس قدامنا وبركاكم الخير والقال وبركاكم الدواس كينسى هذوك غرف العزاء يا ابو رب غرف تاع العزاء تاع الطعام تاع الميت ضلت بلو في الباطل واحد يجي منا فيك وهذه يخرج لك مخرجه من القصب يهضر في فلان عرف شكون فلان باش تكلم عليه والسلام عليكم ولا بروشا حبيبي